تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بمقطع جديد من قناة سيلفي سبورت، القناة اللي بطلب منكم الآن لو سمحتوا تشتركوا فيها فورا. لو أنت بتشاهد رياضة الجوجيتسو أو رياضة اليو اف سي أكيد لاحظت أنه في شيء غريب في أذان المقاتلين الموجودين، تبدو دائما بشكل مختلف عن أذن لاعب كرة قدم أو كرة سلة. هذه الأذن الغريبة بتكون ظاهرة على لاعب عمره ما خسر مثل حبيب أو لاعب آخر قضاها طول مسيرته بيخسر، فما هي قصتها وكيف صارت وهل هي خطيرة ولا لا؟ هذه الظاهرة إلها اسم علمي، أذن القرنبيط، لأنها بتشبه القرنبيط حسب توصيف الناس، وتعتبر بالنسبة للممارسين مجرد ضريبة قاسية لازم يدفعوها أي حدا بده يدخل رياضة قتالية من هذا النوع، فبتكون هذا الشكل نتيجة تعرض الأذن لصدمات متكررة، فبتجمع السائل والنزيف الدموي اللي بصير داخل الأذن مع كل ضربة قوية، ومع تكرار الصدمة بتغير شكلها. وبشير موقع ويب أمدي الشهير طبيا لتفاصيل أكثر عن هاي الحالة، وبقول ما يحدث أثناء التعرض للإصابة هو حدوث انسداد يمنع تدفق الدم، يؤدي ذلك إلى تلف الأنسجة وغضروف الأذن، وبعدها تبدأ تكون النتوءات على شكل قرنبيط. وبقول الموقع أنه لو تم معالجة هذه الضربات بشكل سريع التشوه على الأغلب حينمنع، لكن بسبب أنه المقاتلين بتعرضوا لهذه الضربات في التدريبات وفي النزالات وبشكل متكرر يصبح العلاج السريع شبه مستحيل، ما يجعل المصير شبه الحتمي لكل هذول المقاتلين أذن على شكل قرنبيط. هذه الأذن سبب رئيسي بإجبار الأطفال اللي بيلعبوا هاي الرياضات لارتداء واقي الأذنين أثناء التدريبات وحتى النزالات. ومن المعلومات الغريبة المتعلقة بهذه القصة أن اليونانيين القدامى رسموا هذا الشكل من الأذن في بعض تماثيلهم، وحسب بعض المؤرخين وكتب موجودة أنه هذه كانت آذان المصارعين عندهم. البعض بيتساءل كيف بيستطيع المقاتل بعض الأحيان استكمال القتال لما يأكل ضربة كبيرة كثير على ذانه بهذا الشكل، وهذا سؤال جاوبته مرة مقاتلة يو اف سي ليزلي سميث اللي انفجر مرة أذنها بالدم لكنها كملت النزال عادي، وقالت لم أشعر بالألم، الأدرينالين أثناء القتال هو من أعلى درجات المخدرات، فالأدرينالين هو سر الاستمرارية رغم تلقي ضربات على جهة حساسة مثل الأذن. مدرب المصارعة الرومانية الأمريكي السابق ماد ليندلند له تصريحات شهيرة بشأن هذه الأذن وصادمة بعض الشيء، بيقول هذه جزء من تطور الجسم ليس ضعف، ولو كانت مؤلمة فالحياة مؤلمة، وبضيف عندما يتم تفتيت الغضروف في الأذن يصبح أقوى لما يتركب مرة ثانية مع مرور الزمن، وهذا جزء من تحول الجسم ليصبح أقوى بسبب نوع القتال اللي أنت فيه كمقاتل. وهون الموضوع ليس مشكلة، البعض بسمي ذلك تشوه، أنا بالنسبة إلي يسمى ذلك أذن القرنبيط التي تعتبر شكل جديد يلائم حياة هذا المقاتل.